السلام عليكم وعلى أرواحكم أيها الشهداء أبناؤنا الطاهرة. ستكون ذكراكم في قلوبنا خالدة. أنتم قدمتم أنفسكم وأرواحكم من أجل عزتنا ودفاعا عن ديننا وعزتنا وكرامتنا. لن ينساكم شعب البحرين يا أبناؤنا الشهداء. أنتم الآن أبناء البحرين. يا سيدي أيها السيد ابن السادة الكرام، أنت لك امتيازات خاصة زدت شرفا. أصلا السادة الشهداء هم سادتنا، هم عظماؤنا، فكيف بكان إذا كان سيد وهو شهيد؟ سيد أي ينتمي إلى سلالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا شرف كبير وزاده الله شرفا وكرامة. أيها الشهداء، يا ابني، يا شهيد، يا سيدنا، أنت تسمع الله يقول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أنتم فعلا أحياء، ونحن نحس بكم أحياء. ما زلتم ذكراكم في قلوبنا خالدة. أنتم أيها الشهداء رفعتم رأسنا، رفعتم رأس شعب البحرين، وشعب البحرين ما زال متواجد وحاضر، وما زال يطالب بدمائكم الطاهرة. شعب البحرين لن ينساكم أيها الشهداء. نحن على خطكم سائرين. كما أنتم تقدمتم فمنكم من قضى نحبه، ومنكم من ينتظر. أيها الشعب الكريم، أنتم ستنتصرون بإذن الله. أكثر ما سمعت في كل مكان يرددون من سادة كرام من أجلاء من عظماء، الكل يعرف أن هذا الشعب البحرين المظلوم، والله سبحانه وتعالى لن ينسى وسينتصر بإذن الله جميعا إن شاء الله. دعاءكم إلى هؤلاء الجرحى أبناؤنا، ودعاءكم إلى المعتقلين، أيها المعتقلين، أيها الجرحى، لن ينساكم أيضا شعب البحرين. أنتم قدمتم، والكل يقدم من هذا الشعب الجليل. يا سيدي، أوصل سلامي إلى ابني محمود وإلى جميع الشهداء. أوصل سلامي إلى جميع بناتنا الشهداء. السلام عليك وعلى أرواحكم الطاهرة. السلام عليكم جميعا أيها الشهداء، والسلام عليكم أيها الحضور، ورحمة الله وبركاته.